بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. تتواصل انطلاقات هذا الصباح الجميل وهذا الصباح الماطر من هنا من هذا الميدان عاصمة الميادين ميدان الوثبة التي تحتفل في هذه الأيام الجميلة بأيام العيد وعيد الاتحاد وأيضا أيام مهرجان زايد التراثي الذي نعيش أيامه ونعيش أجواه في هذا اليوم. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنطلق الأسماء وتنطلق النجوم في شوطنا الرابع الذي انطلق قبل قليل. نأتي وننطلق مع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط والزمول المهجنات وبدأ هدير الزمول من البداية. لناتي بالمركز الأول وبالصدارة والمقدمة هناك بنداري من يتصدر هذه الأسماء ويتقدم سالم بن حميد. هناك يتقدم في هذه اللحظات سالم بن حميد بن دلموت الظاهري بالمركز الأول وبالصدارة بينما ثاني المراكز المفتي على ثاني المراكز سعيد بن غلام بن موسى البلوشي على ثاني المراكز بينما المركز الثالث والتقدم في هذه اللحظات معاند أحمد بن عتيج بن خرسان الرميثي وصل في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز والمركز الرابع مزعل وصل مزعل وتحرك إلى رابع المراكز لياتي هناك هذا الشعار ولياتي محمد بن حمد بن سعيد المري في هذه اللحظات بينما المركز الخامس بينما التحدي من مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا تحرك على المركز الخامس والمركز السادس هنا على سادس المراكز السعر سعيد بن راشد بن عبيد المريزيج المري هنا على المركز السادس وسابع المراكز وعلى المركز السابع النصر جابر بن حمد بن محمد بن عفير المري هنا على المركز السابع والمركز الثامن ثامن المراكز الغزال أحمد بن غانم بن علي المنصوري والمركز التاسع من الجانب الآخر لأرى التسلل من شاهين منصور بن سيف بن عفصان الخيلي وتاسعا الحذر راشد بن غالب بن راشد المنصوري وأما المركز العاشر فأنا التقدم من هيلمان محمد بن مقبل بن عايض الاعتيبي. هذه هي الأسماء وهذه هي النجوم المتواصلة في هذا الشوط قدمناها لحضراتكم العشر المراكز الأولى لناتي في هذا الجو الجميل والرائع الذي والرذاذ المتقطع الذي يتساقط رويدا على أرضية هذا الميدان وعلى هذه المنطقة التي تحتفل في هذا الأيام بمهرجان زايد التراثي التي أتت له أهل الهجن من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذه الاحتفالية الجميلة والرائعة في هذه الأيام. وتبدأ المهرجانات بدت المهرجانات من تاريخ 20 ولكن انطلاقات الهجن تبدأ من يوم غد وانطلاقات سن الحقاقة التي تنطلق في صباحية يوم غد. إذن المركز الأول والصدارة والمقدمة هناك التغيير الذي طرى من بنداري من غير بالمركز الأول لياتي سالم بن حميد بن دلموت الظاهري بالمركز الأول وبالصدارة ولكن المركز الثاني هناك معاند على ثاني المراكز. هنا يتواصل في هذا الانطلاق أحمد بن عتيج بن خرسان الرميثي يصل على ثاني المراكز ويتواصل مع هذا الاسم الجميل. إذن المركز الثالث والتحرك الذي بدأ من مزعل محمد بن حمد بن سعيد المري يتواصل في هذه اللحظات
هناك الوصول والتحرك من مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، من تحرك في هذه اللحظات وبدأ يشن الهجوم إلى المراكز المتقدمة وإلى المراكز المرموقة التي يطمح لها الجميع. ولكن الوصول أيضا على رابع المراكز، الوصول من المفتي، تحرك المفتي في هذه اللحظات مع سعيد بن غلام بن موسى البلوشي، يتواصل على المرتبة الرابعة في هذا المسار، والتأخر أيضا على خامس المراكز مزعل محمد بن حمد بن سعيد المري، والسادس المراكز هناك النصر وصل في هذه اللحظات، وتحرك جابر بن حمد بن محمد بن محمد المري هنا، من وصل في هذه اللحظات على المركز السادس والسابع المراكز. أرى الصدوم القدوم في هذه اللحظات من غزيلان، تحرك مبارك بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري ليأتي مع هذا الشعار الجميل، بينما المركز الثامن والتقدم من الغزال أحمد بن غانم بن علي المنصوري على ثامن المراكز، والمركز التاسع والتحرك أيضا على تاسع المراكز. يا سلام الحنيش وصل هنا، وصل في هذه اللحظات الحنيش عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي، من تواصل على المركز الثامن والتاسع المراكز. السعر سعيد بن راشد بن عبيد المرزيق المري وعاشر المراكز. ونختم النداء الثاني في هذه اللحظات مع الحذر، وراشد بن غالب بن راشد المنصوري هنا مع هذه الأسماء العشرة المتواجدة، ووصلنا جسر العبور، الجسر المعروف والمميز والذي يتميز وتتميز دائما معه الأسماء، ولكن العودة بالمركز الأول والعودة بالمقدمة. ومعاند هو بالمركز الأول، وهو بمركز الحشمة ومركز العلو والتقدم، أحمد بن عتيج بن خرسان الرميثي بالمركز الأول وبالمقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني بنداري على المركز الثاني، يأتي بهذا الشعار ويأتي بهذا التقدم سالم بن حميد بن دلموت الظاهري على المركز الثاني، وأيضا مولع وصل في هذه اللحظات بشعار جار الله بن محمد بن طالب بن عجيل النابت، من وصل في هذه اللحظات. ولكن التقدم من مزعل وصل في هذا الشوط، وتحرك محمد بن حمد بن سعيد المري. يا سلام على هذه الأسماء، كوكبة تتشكل في مقدمة هذا الشوط. ولكن المركز الخامس المفتي هنا سعيد بن غلام بن موسى البلوشي، والمركز السادس النصر جابر بن حمد بن محمد بن عفير المري على سادس المراكز. الأسماء قوية وجميلة، والهدير بدل هدير في هذه اللحظات الجميلة لتأتي هذه الزمول بالمنعطف الأخير، المنعطف الخطير، المنعطف المثير. والمركز الأول هو المركز الجميل. الله معاند ما زال معاندا بالمركز الأول، ما زال يتراقص طربا وعشقا وحياما مع هذا المنعطف الأخير.
الخطير مع هذا المنعطف الخطير لياتي هذا الشعار ولياتي شعار احمد بن عتيد بن خرسان الرميثي بالمركز الاول وبالصداره مع معاند ولكن المركز الثاني مزعل محمد بن حمد بن سعيد المري ووصل مولع وتحرك في هذه اللحظات جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت النابت وصل في هذه اللحظات وتحرك مع هذا الشعار الشعار العنابي الذي به نجمة في هذا الشعار والنجومية هنا واضحة من هذا الشعار الجميل الذي وصل على ثاني المراكز ولكن التحرك والوصول ايضا على المركز الرابع لياتي غزيلان علي بن سالم بن علي بن متعب وصل في هذه اللحظات وتحرك في هذه اللحظات الجميلة ولكن معاند معاند يا معاند هنا بالمركز الأول ما زال معاندا بالمركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل والرائع ولكن هنا التحدي الثنائي والتحدي الجميل هنا مع مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من يخترق هذه الأسماء وينطلق بالمركز الأول ولكن الغزال تحرك الغزال على ثاني المراكز وأحمد بن غانم بن علي المنصوري وصل بنيداه وتحرك مع هذا الأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة ها هو الغزال من يتسلل في آخر الأمتار ليحققها هذا الانتصار ولكن الخطورة من مولع والاسم الذي وصل في هذه اللحظات قزاع سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارع ولكن يمولع هنا بالمركز الأول جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من يحقق هذا الانتصار وهذا الناموس فتهانينا والناموس إلى مالك مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت وصل على ثاني المراكز الغزال أحمد بن غانم بن علي بن جاه المنصوري والمركز الثالث وصل فيه غزيلان علي بن سالم بن علي بن متعب والمركز الرابع هناك جزاع سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارع والمركز الخامس من وصل فيه معاند ومن وصل على المركز الخامس في هذه اللحظات معاند أحمد بن عتيق بن خرسان الرميثي إذن ها هو مولع من فاز بناموس هذا الشوط وحقق هذا الانتصار وثلاثة عشر دقيقة 39 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس على هذا الانتصار والفوز بينما المركز الثاني وصل الغزال وأحمد بن غانم بن علي بن إيداع المنصوري 13 دقيقة 41 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس وصل على ثالث المراكز غزيلان علي بن سالم بن علي بن متعب والتوقيت الزمني 13 دقيقة 42 ثانية وجزءا واحدا من الثانية فتهانينا والناموس لجميع